بس الصعداء بعد فوز الاهلي النهارده كابتن حسام المباراه يعني راحت وجت وعايز اسالك فيها على حاجات كتيره جدا، لكن اهمها هو خط الظهر وضعفه النهارده والاهلي ما بيوصلش كتير كان لمرمى امبي. لا احنا عاوزين نقول طبعا المباراه كانت صعبه، في نفس الوقت عارفين ان كل الفرق دلوقتي ليها اهدافها الخاصه، وشفنا القتال اللي بتقاتله فرقه امبي. اي نعم كان في طبعا وصول صعب شويه، لكن نتيجه طبعا الحماس اللي بيلعب بيه فريق امبي، في نفس الوقت يمكن التغييرات اللي احنا عملناها وجود ابو تريكه على اساس يبقى في وصل ما بين خط النص وخط الهجوم شويه ويبقى في امكانيه للوصول، برده كان في تكتل دفاعي وفي اصرار من فرقه امبي، لكن المباراه كلها انا بقول هتبقى صعبه في الفتره دي كلها، والمهم فيها 3 نقاط والحمد لله اتحقق النهارده الحمد لله. ليه الشد العصبي اللي حصل النهارده كبير كتير قوي في المباراه، والمشكله على ضربه الجزاء من اللعيبه ومع الحكم، ودلوقتي المشكله اللي حصلت ما بين محمد فضل تقريبا وحد من اللعيبه امبي؟ انا بستغرب طبعا عن ضربه الجزاء، لان ضربه الجزاء جت هدف يعني، وبالعكس الحكم قعدها على اساس قال ان في ناس اتحركت، فمش عارف لعيبه امبي اتنفذ ليه، بالعكس ده ادفانتج ليهم هم ان ضربه الجزاء بتاعت تاني كان ممكن تضيع، لان حسام عاشور جاب ضربه الجزاء. في نفس الوقت يمكن العصبيه اللي حصلت بعد المباراه، انا بقول لك المباراه كلها كل فرقه انبي بتحاول تحصل على النقاط، الاهلي بيحاول طبعا فوز البطوله، المسابقه شفنا اشتدت حتى بالنتائج بتاعت النهارده، فالماتشات الجايه كلها هتبقى في غايه الصعوبه يعني. جميل، نقول النهارده المباراه كانت يعني هايله جدا او في صالح ابو تريكه اكتر لواحد النهارده؟ اكيد وجود ابو تريكه بيبقى مهم، وفي نفس الوقت وجوده الملعب بيخليه يرجع لفورمته، لانه وجوده في المباريات مهم جدا، وبنشوف بيعمل فارق برضه. اي نعم لسه ما رجعش للفورمه المعتاده ليه، لكن وجوده بيعمل فارق، وفي نفس الوقت بيقدر يعمل لك في اي لحظه بيقدر يوصلك للجون، فده هو الهدف من نزوله في الشوط الثاني. النهارده في 7 مباريات باقيين لسه امام النادي الاهلي ووراه الاسماعيلي وبتروجيت والزمالك بيجروا. 8 احنا مباراه مؤجله. 8 فاضل 8 مباريات بالنسبه لنا، يمكن نتائج النهارده كانت احنا الحمد لله، لكن لابد باذن الله كل مباراه زي ما قلت اللعيبه بتبقى هامه في الفوز بيها نمره 1 وفي الاداء نمره 2، وكل مباراه بنتخطاها اعتقد احنا بنوصل للهدف بتاعنا يعني. كل التوفيق كابتن حسام، شكرا ليك. شكرا. مشاهدينا شكرا لكم، ونعود لاستاد النيل.